بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم تحت عن formatting pictures, screenshots and characters. يعني يا جماعة هنتكلم النهاردة عن الفورمات للإيمجز عموما. يعني لو أنا ضغطت كليك على الكاركتر أو أي صورة يا جماعة هلاقي عندي تابين، تاب اسمه ديزاين وده اتكلمنا عنه في السكشن اللي فات أو في الحلقة اللي فاتت، وتاب اسمه فورمات. أنا هنتكلم بقى إن شاء الله بإذن عن التاب بتاع فورمات ده. أول حاجة فيه يا جماعة بيكون عبارة عن البرايتنس، ده تخص بدرجة الوضوح، وطبعا كل ما أنت بتبتدي تقف على درجة وضوح معينة هو بيبتدي يقلل لك أو يزود لك في الإضاءة وبيبتدي يعمل لك بريفيو اللي انت شايفه. كمان انت ممكن تعمل بيتش كوركشن اوبشنز، لو ضغطت عليها تبتدي يفتح لك الفورمات بيكتشر بتاعك كلها. الجانب الثاني عندي الكونتراست، الكونتراست ده طبعا نسبة تباين اللون او درجة تباين اللون بالكامل، الكونتراست التضاد ما بين الالوان يا جماعة على ما اظن تقريبا. الجانب اللي تحت منه كان خاص بريكالر، ريكالر ده اعادة تلوين الصورة بالكامل بناء على لون معين. مثلا عندي مجموعة من الألوان المختلفة أو سي عندك مور فاريشنز، أنت ممكن تبتدي تختار لون معين، اللون ده يصبغ لك الوحدة بتاعتك كلها بما تناسب مع مين، مع الخلفية اللي أنت كنت حاططها، مع مثلا العنصر السائد في التصميم بتاعك. فمش شرط يعني أنت تفتكر إن الألوان اللي محطوطة في الكاركترز ديت أنت انيبل تو موديفاي عليها، لا أنت ممكن تبتدي تبنتش عليها بما تناسب مع أو باللي يحقق وحدة عضوية مع الموضوع بتاعك. الجانب اللي بعد منه كان عندي ريسيت بيكتشر لو أنا كنت محتاج أرجح الوضع الافتراضي. بعدين يا جماعه عندي بيكتشر ستايل، طبعا نفس الفكره اللي موجوده في برنامج او من اللي موجوده في برامج الورد وكده، لو انا ضغطت كليك عليها ابتدي يعمل لي ايه، يمنتج لي على على الستايل بتاع البيكتشر، يضيف لي بوردر، يخلي لي، وطبعا انا عندي مجموعه او انا عندي شويه من الحاجات، شويه من العناصر اللي مستخبيه من جوه ممكن في اي لحظه ابتدي انا المنتج عليها. عندي يا جماعه في البيكتشر شيب ده طبعا انا ممكن امنتج اخلي الشيب بتاع الصوره بتاعي، خليني مثلا لو اخترت شكل زي ده راوندد اروح يحط لي بوردر حوالين الصوره بتاعي بالشكل ده. البيكتشر بوردر ده خاص بالبوردر لونه عباره عن ايه بالظبط، لون البوردر الخارجي. طبعا الكلام ده كله بيبريفيو بيبتدي يظهر معايا، ولنفرض مثلا اختار اللون الاحمر ده تعسير التجريب وانا مش عايز احط له اوت لاين خالص، وانا احط عايز احط لون من عندي اور اي دروبر، ده واحده من ضمن الفيتشرز الجميله خالص. انت ممكن تختار لون من تصميم التصميم بتاعك، ومعايا ويت كان خاص بسمك البوردر، ومعايا الداش لو انت كنت عايز الكلام ده طبعا اوريدي الناس فاميليار بيه. انا اختار مثلا لون زي ديت، بعدين اروح لبيكتشر افكتس لو انا كنت اختار احط افكتات معينه، عايز احط لها شادو، عايز احط لها ريفليكشن، عايز احط لها جلو، عايز اخلي الايدجز تبقى سوفت مثلا بدرجه معينه او ما شابه. بعدين يا جماعه عندي اطلع برينج فورورد، اطلعها قدام اور سند باكورد، ارجعها ورا، الاين، احذيها بشكل معين اور اعمل لها جروب لو كان عباره عن مجموعه من صور، ممكن اعمل لها روتيشن 90 فليب ليفت فليب هوريزونتال لو انا كنت عايز اقسمها اقلبها ما بين مين للشمال، والفليب فيرتيكال لو انا عايز اعكسها طبعا. ومعايا زوم بيتشر ده من ضمن الفيتشرز الجميله خالص، بيخليني اعمل لها زوم. يعني جاز بطل لو كان قلت له والله ده زوم وجاست كده ابتدي اعمل بريفيو وشوف الجمال بتاعت القصه ديت، انها بتخليك ممكن تستعرض لو كانت هي صغيره، ان جاست في البريفيو لو ضغطت عليها يبتدي يخليها لك بحجم اكبر شويه ديت اثناء ما انت بتعرض وانت بتعمل بابلش لبرمجيتك طبعا. واحد من الفيتشرز الجميله خالص بصراحه. بعد منه عندي كروب يا جماعه، لو ضغطت عليها ابتدي ممكن اعمل كروب لجزء معين من الصوره، نفرض عايز اعمل فوكس على وشها بس وفوكس على بقيه، مش انا مش محتاج طبعا اني اركز على الصوره كلها، انا عايز اعمل فوكس على اجزاء دي، تبتدي اضغط كروب مره تاني ويخلونا نعمل ستريتشنج للكلام ديت، كما بالاضافه لاني انا عندي الزوم فالصوره بتبتدي تكبر بشكل كبير يعني. تمام اوكي جميل، ومعايا الكروب طبعا ممكن اغير في الوتس والهاي اب تو يو، معايا بريفيو بالمشهد النهائي بيبتدي يعمل لي بريفيو علشان ابتدي اعرضها زي ما الناس شافت. طبعا هي كده ايه بقت فوكس، هبتدي اصغرها واكبرها لاني طبعا المفروض الكروب يعني ايه تبقى في اول الصوره، اول ما تحطها وتخلص حركه تبتدي تضغط على القصه بتاعت الزوم ديت عشان يكبر لك عليها على نفس الابعاد القديمه. ده الجانب يا جماعه كان خاص بالقائمه بتاعت فورمات للايمج. طبعا الكلام ده بيمشي مع الكاركترز، بيمشي مع السكرين شوتس، بيمشي مع البيكتشرز، بيمشي مع اي صوره ممكن تديها جوه مساحه العمل بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.